ولان اخوك تامر في غلاوه عنتر ابني، ولاننا حبيناك يا ميرنا بنتي، فضلت افكر ازاي اشيل الغشاوه عن عينين والدك ووالدتك. ما لقيتش غير صدمه تهزهم من جواهم وتخليهم يفكروا في اللي اهم من كل الخلافات اللي بينهم، انت واخوك تامر، واتفقنا كلنا، وطبعا بما فينا جدتكم الحاجه فضيله. وما بلغتنيش ليه يا عمي باللي ناويين تعملوه؟ انا اللي خبيت عليك يا ميرنا، لاني عارف انت قد ايه بتحبيهم. بصراحه يعني خفت تضعفي وتروحي رايحه عيالهم كده. المهم غياب تامر جاب نتيجه؟ كان جايب نتيجه، والاتنين ابتدوا يقربوا من بعض، وبقى تفكيرهم حاجه واحده، هو غياب تامر. فجاه حصلت حاجه النهارده ولعت النار ما بينهم تاني. رغم اللي هم فيه؟ رغم اللي هم فيه. والعمل ايه طب دلوقتي؟ نكمل المشوار، مش هقدروا يصمدوا كتير رغم قساوة اللي هم فيه. كل يهون بس يرجعوا لنا وترجع البسمة الحلوة لينا كلنا. عفارم عليك يا ميرنا. وادي عنتر. ايوه حاج. ميرنا دي تحطها في عينيك يا ولا. اوعى تزعلها. احسن يمين بالله لو زعلتها في يوم من الايام لا انت ابني ولا اعرفك. وحشتيني يا شهيرة، وحشتيني قوي. أنا ممكن أفهم إيه اللي رجعك فجأة كده؟ أه كمان يعني مش معقول كنت عايزاني أسمع نبرة الحزن دي في صوتك، كنت أفضل بعيد عنك. على طول رحت مغير كل خططي وجيت على أول طيارة نازلة مصر. ممكن أفهم بقى إيه اللي كان مضايقك؟ مالك؟ صلاح، صلاح يا مروان. صلاح؟ صلاح ماله؟ حاول يقتل، حاول يقتل سناء شكري. صلاح حاول يقتل؟ ليه وامتى وازاي؟ في نفس اليوم اللي اتقابلته عندي في البيت، نزل وهو محطم ويائس، راح لسناء شكري وما عرفش ايه اللي حصل بينهم، وكانت النتيجه انه حاول يقتلها. الكلام ده كان في نفس الليله اللي هو جه زارك فيها وانا كنت موجود. ايوه يا مروان، ايوه، وده اللي بيعذبني، حاسه ان قسوتي عليه هي اللي دفعته لكده. أنا مش مصدق اللي أنا بسمعه ده، مش ممكن، مش ممكن صلاح يكون عمل كده، صدقيني. للأسف هو، وكلنا متأكدين من ده، رغم إصراره وإنكاره. والنهارده اتعرض على النيابة وجددوا له حبسه على ذمة القضية. واضح كده من كلام المحامي إن التهمة لابساه، لأنه مش قادر يبرر أو يفتكر هو فين ساعة ارتكاب الجريمة. هي الجريمة كانت الساعة كام؟ حسب أقوال البوليس كانت حوالي الساعة 10. مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ صلاح عمل كده والتهمه لابساه. وبالمناسبه يا مروان، طالما الموضوع انفتح، انا كنت عاوزه اقول لك حاجه. انا برجوك ان انت تعفيني من وعدي بالارتباط بيك، لاني ما اقدرش اتخلى عن صلاح، لازم اكون جنبه في محنته. حتى مع ايمانك بان صلاح ضايع؟ ارجوك تقدر موقفي، صلاح محتاجني جنبه، وبعدين ما تنساش ان انا السبب في اللي حصل له. يعني افهم من كده انك هتعيش على ذكرها؟ هعيش عمري كله اطلب منه انه يسامحني، وانت كمان يا مروان ارجوك تسامحني اني خليت بوعدي لك. قولي يا شهيرة، لو فجأة كده لقيتي صلاح قدامك وثبت فعلا انه ما عملش حاجة واخد براءة، يا ترى بقى موقفك منه هيبقى ايه؟ ما اعرفش. وبعدين ده افتراض مستحيل. مفيش حاجه اسمها مستحيل، كل شيء جايز. بالمناسبه انت قلت له محامي؟ اشهر واشطر محامي، الدكتور حمدي عبد ربه. حمدي عبد ربه؟